اللياقة الذهنية بالنسبة للاعبين، وفكرة انك دايما فكرة الحالة النفسية والذهنية لازم تبقى في اعلى مستوياتها بالنسبة للعيب، عشان تقدر تاخد منه اهم حاجة داخل الملعب، ان هو يبقى مستواه الفني جيد. ده نوع مهم جدا، وبتفرق بقى من بطولة لبطولة، من مباراة لمباراة، من عودته بعد الإصابة إزاي بتتعامل معاه، وده دور مهم جدا من خلال طبعا الجزء الذهني للاعب. خلينا أروح للمعدة الذهنية للمنتخب التونسي، أستاذة إشراف قنفود، وهي يعني معدة ذهنية للاعبين المحترفين بشكل خاص في المنتخب التونسي. خلينا أروح لها لتونس من خلال الزوم، وهنتكلم في طبعا هذه جزئيه مهمه جدا. انا بشوف ان الكره بتتطور في كل انحاء العالم، وبالتالي كل ما بيخلي اي لاعب حالته الفنيه عاليه نقدر نستخدمه من خلال طبعا التواجد. استاذ اشراف قنفود، تحياتي لحضرتك. عفلامة عفلامة نسكول، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام اخبار الحمد تونس ايه؟ تونس تمام زي الفل ان شاء الله. اخبار كده تمام. الكورونا اخبارها ايه عندكم؟ الكورونا زي العالم كله، مرة في كورونا مرة في كورونا، بس الحمد لله لبس. يا رب دايما. طيب عايز كنت بتكلم على جزئيه مهمه، وهو دور الاعداد الذهني بالنسبه للاعب كره القدم من يعني في الوقت الحالي، وخصوصا في الكره العربيه والكره الافريقيه. يعني الموضوع ده ممكن يكون في اوروبا بشكل كبير، لكن في الكره العربيه والكره الافريقيه الوضع لسه جديد عليه. اي الوضع بتاع الدوري المدرب الذهني مازالت حاجه جديده في البلدان العربيه. في تونس استقرت نوعا ما، ولكن في البلدان العربيه وفي افريقيا مازالت حاجه جديده. ما فماش يعني النوادي اللي يناديو المدرب الذهني، ولا ما فماش رياضيين محترفين الكل يناديو المدرب الذهني، ولكن توا اكثر فاكثر فهموا العبيد وفهموا اللاعبين المحترفين وفهموا زاد النوادي اللي دور المدرب الذهني لا يقل اهميه على دور المدرب الجسدي او دور الكوتش، معناتها الكل ككل، على خاطر الفرق بين الرياضي المحترف والشامبيون، معناتها اللي يهز الالقاب واللي يهز الكؤوس، هو الجانب الذهني، على خاطر اللي يفرق في الثواني الاخرانيه، اللي يفرق في بعد التعب، اللي يخرج من التعب، هذاك الكل قوه ذهنيه، ما عادش قوه جسديه، على خاطر القوه الجسديه وقت اللاعبين او المحترفين ياخذوا المستوى معين، لا احد يختلف على القوه الجسديه والتكتيكيه نتاعهم، ولكن الفرق بين الشامبيون والمحترف العادي هو القوة الذهنية اللي هي تصنع الفارق، خصوصا في اللحظات الأخيرة، ولا في يبدا مثلا ماتش في بلاد أخرى، ولا في نادي آخر، تبدا الضغط بتاع الجماهير والضغط بتاع الإدارة، القوة الذهنية هي كذلك تصنع الفرق. طيب يعني خليني أكلمك، هل في تجهيز خاص للاعب من مباراة الأخرى أو بطولة الأخرى أو حتى ما بعد عودته من الإصابة؟ يعني تفاصيل خاصة بالجزئية دي. طبعا اول حاجه ساعه بعد العوده من الاصابه، فما الكثير من اللاعبين المحترفين اللي تصير لهم نوع من الصدمه وقت اللي تصير لهم اصابه، على خاطر نعرفوا اللي الجسد نتاع الرياضي او نتاع اللاعب هو هذاك معناتها راس ماله كما نقولوا احنا في تونس. دونك نجم تصير له اثر الاصابه، تصير له صدمه، شنو اللي يصير بعد الصدمه هذا؟ اللي وقت اللي يعاود يرجع للتمارين ويعاود يرجع للعب يولي خايف لا يصاب باصابه اخرى، ولا يبدا خايف على الاصابه القديمه نتاعو. فهوني دور الكوتش والمدرب الذهني هو اللي نشتغلوا انا الطريقه نتاعي بواسطه التنويم المغناطيسي باش نفسخوا الصدمه في اللاوعي نتاعو، صدمه الاصابه وصدمه الحادثه كلها الواقعه كلها نحاول نفسخوها من الذهن نتاعو. اشراف ثانيه واحده، تنويم مغناطيسي. ابنوز التنويم مغناطيسي ازاي بقى؟ تنويم مغناطيسي بقى انا الشغل بتاعي نخدم بالبيانات ونخدم بالتنويم المغناطيسي، يعني نرقد اللاعب ونرفش اللاوعي نتاعو ونفسخ الاصابه ولا صدمه الاصابه اللي صارت له، ثم نركب له ثقه في النفس، نركب له ثقه في النفس، نحيل الصدمه بتاع الاصابه والصدمه بتاع العمليه الجراحيه لو كانت فما عمليه جراحيه، ثم نبدلوها بتصاور اخرين في اللاوعي نتاعو، ثم نعاود نحضروه بالرؤية المستقبلية الإيجابية باش ترجع عنده ثقة في نفسه، ثقة في الجسد نتاعو، ثقة في القدرات نتاعو، يولي ما عادش يخاف مرة أخرى لا يصاب بإصابة، ويرجع يعطي المردود نتاعو التام 100%. تمام، ده بالنسبة ل سامحني؟ اتفضلي كملي كلامك يا استاذ شوف.
قلت لك الاصابات يصنعوا برشا مشاكل اللاعبين على خاطر يوليو يخافوا وقت اللي يبداو خايفين بعد اثر الاصابه، يخافوا لا يعاودوا يوجعوا يتوجعوا في الاصابه نتاعهم ولا يتصابوا مره ثانيه. دونك المردود نتاعهم والمساجات بين المخ نتاعهم والعضلات ما عادش يمشي 100%، يولي خايف لا يطيح، يولي خايف لا عاد يتصاب، دونك ما يعطيش المردود نتاعه 100%. وهذا يصير برشا برشا لاعبين. دونك الشغل على الاستيحاب اللاعبين من الخروج من الاصابات والزربه في باش يعاود يرجع يعطي المقدورات نتاعو الكل تتخدم مع المدرب الذهني. طيب بخصوص اللاعبين المصريين المحترفين المتواجدين في المنتخب التونسي، هل بيتم التواصل معاكي في وقت الاصابات، وقت المباريات المهمه مع انديتهم، سواء بقى بتكلم مثلا على فرجاني ساسي في الزمالك، بتكلم على علي طبعا. معلول في الاهلي؟ وإيهاب مباركي ومحمد مدني وعندنا برشا لاعبيه توانسه توا اوكي. ولاو في مصر الحمد لله. دونك اي معناتها بون معلول الحقيقه صراحه مش برشا خدمت معاه الاكثريه قبل كاس افريقيا، اما ليك الاخرين اللي عنده اي حاجه يتصل بيا، يا اما بالزوم يا اما بالميسنجر يا اما بالواتساب، ونقعدوا معناتها في اتصال دائم على خاطر التحضير للمقابلات المهمه. ما يصيرش ليله المقابله او اسبوع المقابله، معناتها هذايا تحضير وهذايا شغل، معناتها ديما ما يقفش الشغل هذايا، باش نخدموا ديما على الفلو، باش تكون الانرجي نتاعو ديما طالعه ديما لفوق. احنا تواريخ المباريات نبداو ديجا نعرفوهم من قبل، دونك نخدموا معناتها هذايا داخل في الاهداف الشخصيه نتاع اللاعب اللي هو يخدم عليهم من اول الموسم الرياضي، مش نستناو كان نجي المقابله ولا تاريخ المقابلة. دونك بالطبيعة يصيروا فما اتصالات. تمام. طيب انا هسألك سؤال بس واحدة واحدة بقى اشراف في الإجابة، يعني مش تونسي قوي، عايزين شوية مصري يعني. اوكي. الموسم الماضي كان في مباراة مهمة للأهلي والزمالك، نهائي الدوري الأبطال، وكان فرجاني بيلعب وكان علي معلول. هل انت كنت متواصله معاه في فكره اعداد الذهني لمباراه كبيره زي كده، يا مباراه نهائي افريقيا حصل؟ كنت متواصله قلت لهم ايه بقى؟ مع سيسي مش مع مع ساسي. معلول. اوكي. قلت ايه لساسي بقى في بالنسبه للمباراه دي؟ نجمش عاد نقول هذايا خدمه هذايا شغل بيناتنا فما ما نقول، ولكن تبارك الله عليهم هما زوز معناتها كيما معلول كيما سيسي وصلوا المستوى بتاع احترافيه اللي في ساعة في ساعة التدريب الذهني يصير معاهم، معناتها مش كيما مع لاعب محترف مبتدئ، معناتها هما متعودين على المباريات الكبرى، أكيد. متعودين على ذلك الكل. دونك الاتصال يكون سريع جدا، معناتها حتى الخوف يكون صحيح، فما ادرينالين معناتها فما ستريس بوزيتيف، مش ستريس معناتها بتاع خوف ولا رهبة ولا حاجة. دونك في المستوى هذايا نتاعهم تبارك الله ما شاء الله عليهم الزوز، ما عادش معناتها الشغل تفاصيل هو بيجي من اول الموسم من اول العام، دونك معناتها بسرعه معناتها يصير ماهوش، ولكن انا وقتها في المباراه هذيك كنت في اتصال مع سيسي. مع ساسي. طيب يعني انا يعني انت ما اتصال مع ساسي هيخليني اقول انت اهلاويه ولا زملكاويه بالنسبه للكره المصريه؟ زملكاويه. انت ايه، زملكاويه؟ طيب ما واضح ان انت اتصلتي بساسي بس، لكن معلول لا، فيبقى زملكاوي. لا انا مش اسمعني، مش انا اللي بتصل، هو اللي بيتواصل ساسي. مش هو اللي يتواصل، معناتها اللاعب اللي حاجته اللي اوكي يحس روحه هو هذا اللي قاعد محتاج. يصير معناتها، يا اما النادي يتصل بالمدرب الثاني او اللاعب. تو انا مثلا في تونس اللاعبين هما اللي يتصلوا بيا، اللي يقول لي راني نحس في قله ثقه في النفس، ولا راني نحس في ضغط كبير ياسر، ولا نحس اني مردود بتاعي ماهوش كيما مش كيما العاده، معناتها مش انا اللي ما عنديش الحق، مش انا نتصل باللاعبين، معناتها هما اللي حاجته بحاجه هو اللي يتصل بيا. تمام. طيب وصلت. طيب يعني خليتك او سالتك انت اهلاويه ولا زملكاويه، في تونس انت مشجعه انديه ايه في تونس؟ شنو الجمعيه اللي نحبها؟ في الوقت اللاعبين الانديه التونسيه، انت من مشجعي انديه ايه؟ الترجي الرياضي التونسي. الترجي التونسي. تمام. طيب انا سؤالي الاخير، يعني هل بتنصحي الانديه العربيه او الانديه التونسيه والمصريه والانديه او الدوريات الكبرى في الوطن العربي باختيار معد ذهني دائم متواجد معاهم، ولا الامور بتمشي ازاي يعني من وجهه نظرك؟ لان حتى الان ما فيش الجزئيه دي في الانديه المصريه والتونسيه بشكل دائم وكبير. انا اليوم الحقيقه معناتها ننصح اللاعبين الكل المحترفين وننصح النوادي اللي عندهم الامكانيات
باش يكون فما مدرب ذهني قار في كل جمعية، وإلا إذا كان اللي ما عندوش الإمكانيات باش يختار اللاعبين المهمين في الفريق نتاعو ويكونوا مصطحبين بمدرب ذهني على خاطر يصنع الفرق، على خاطر اللاعب هو إنسان كيفنا كيفه، يكون عنده ضغوطات من عائلته، يكون عنده ضغوطات من الجمهور، يكون عنده ضغوطات ساعات مادية، يكون عنده ضغوطات من الإدارة نتاعو، يكون خايف على الجسد نتاعو، حاجته لشكون يحكي، حاجته العبد يبدا عنده ثقة فيه اللي نجم يحكي له على الصعوبات نتاعو من غير ما الشخص الآخر يحكم عليه، حاجته بإنسان يكون معاه باش يعطيه التكنيك الباهين الصحاح اللي نجمه يخرجوا بعبد يامن به، بعبد يثق فيه واللي يخرج القوه نتاعو واللي يعطيه التكنيك لي تكنيك باش يخرج هو من باش يخرج اقوى ما عنده، باش يخرج القدرات نتاعو الكل، وباش يكون مركز التركيز التام في الملعب. هذا اذا كان لاعب وحده، اذا كان نادي يكون معناتها يكون عنده الامكانيات باش يعايد المدرب الذهني، حاجه ياسر مهمه على خاطر المدرب الذهني الدور نتاعو زاده تعزيز اللحمه بين اللاعبين وتعزيز الاتصال بين اللاعبين، على خاطر ساعات راهو اذا كان يبداو في فما نادي ويكونوا اللاعبين ماهمش متفاهمين مع بعضهم ولا ما فماش تواصل بالكدا مع بعضهم، هذايا يضر المردود نتاع النادي، بيضر النتائج معناتها نتاع النادي. طيب انا بالطبيعه ننصح اي رياضي محترف مش كان لاعبي كره قدم، وانا ما نشتغلش كان مع لاعبي كره القدم، نشتغل زاده مع رياضيين اخرين، باش يكون وقت اللي يخلط مستوى معين المدرب الذهني تولي حاجه لازمه وحاجه اكيده باش ينجم يوصل معاه، على خاطر قد ما يطلع في المستوى قد ما الضغط باش يكثر، وقد ما الانتظارات للجمهور باش تكثر، وقد ما انتظارات الشعب اذا كان هو يمثل شعبه باش تكثر صحيح. عليه، دونك هوني المدرب الذهني يولي حاجه لازمه كيما المدرب نتاع الرياضه اللي هو يمارس فيها. طيب سؤالي الاخير استاذ اشرف، اصعب او الاصعب الامور اللي ممكن واجهتيها مع لاعب من اللاعبين المحترفين في المنتخب التونسي كانت ايه، او المشكله كانت بالنسبه له ايه، في او اللاعب كمان لو تقدري تقولي لنا اسم اللاعب كمان تبقى حاجه جميله. اسم اللاعب وعلى اصل طبعا كمان اكيد كل لاعب بيبقى عنده في امور بتبقى صعبه عن لعيب للعيب، وبالتالي طبعا بتبذلي اكتر مجهود او مجهود اكتر مع لاعب معين، يعني في جزئيه اخراجه من هو الحقيقه الجزء الذهني. وقت اللي نخلطوا المستوى نتاع لاعبي المنتخب مثلا التونسي، التدريب الذهني يكون اصعب. علاش؟ على خاطر هما بطبعهم صعاب مع رواحهم، يحبوا يعطيوا احسن ما عندهم، يحبوا يعطيوا احسن قدراتهم، يحبوا يعطيوا دونك هكا ولا هكا في التدريب نتاع لاعبي المنتخب كلهم صعاب. علاش؟ على خاطر الانتظارات نتاعهم ياسر معناتها ياسر مرتفعه، وكل واحد فيهم يحب يكون ويعطي احسن ما عنده على الميدان، فهمت شنو؟ دونك معناتها كلهم يبداو خايفين من الاصابات، كلهم يبداو خايفين على روحهم، كلهم يحبوا يعطيوا احسن ما عندهم، كلهم يحبوا يعطيوا صوره باهيه معناتها ولعب باهي، ما لقيتش صعوبات في المنتخب بصراحه على خاطر كلهم متفاهمين، معناتها اللاعبين كلهم متفاهمين مع بعضهم، الثقه موجوده، معناتها الثقه في الناس موجوده، خاطر اكثريتهم لاعبين محترفين تبارك الله منورينا في العالم الكل، دونك ما فماش صعوبات. الحاجه الوحيده في لاعبي المنتخب هي اذا كان يكون عندهم اصابه، معناتها اللي انا عرضتني خاطر يبداو بالحق متشنجين على الاصابات نتاع بدنيتهم، اما الثقه او المشاعر السلبيه او الضغوطات او ستريس هذا الكل انا ما عرضنيش، معناتها ما صارليش، كانت كلها معناتها كلهم عندهم رؤيه واحده، عندهم هدف واحد اللي هو هدف العالم التونسي ديما. تمام. أستاذة إشراف قنفود، المعدة الذهنية للاعبين المحترفين للمنتخب التونسي، كانت معايا من تونس. طبعا دور مهم جدا للمعد الذهني، وزي ما قلت لكم الكرة العالمية بتعتمد على الجزء النفسي والذهني في بعض الأمور، في مصر إلى حد ما حتى الآن لسه مش موجودة بشكل كبير، والوطن العربي يعني خلينا نتكلم مش في مصر بس، بشكل كبير مش موجود، لكن جزء مهم لازم الأندية تعتمد عليها في الفترة القادمة. عندنا أخبار خاصة